حرب احتجاز ناقلات النفط هو عنوان يمكن استخدامه للتعبير عن تصاعد حوادث احتجاز ناقلات متهمة بتهريب النفط في المياه الدولية. جديد هذه الحوادث هو احتجاز خفر السواحل الاندونيسي ناقلة نفط عملاقة ترفع علم إيران للاشتباه بتهريبها النفط بطريقة غير قانونية. بحسب الرواية الاندونيسية ضبط على متن السفينة الإيرانية المسمى أرمان 114 أكثر من 272 ألف طن من النفط الخام الخفيف، وهي كمية تقدر قيمتها السوقية بنحو نصف مليون دولار. ويشتبه في السفينة الإيرانية أنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى ترفع علم الكاميرون من دون تصريح. تحوم الشكوك أيضا حول انتهاكها لوائح بحرية أخرى مثل الإبحار والعمل بلا إذن. ضبط اندونيسيا لسفينة تحمل علم إيران ليس الحادث الأول، بل سبق أن احتجزت عام 2021 سفينة ترفع العلم الإيراني وأخرى ترفع علم بنما بسبب اتهامات مماثلة. الحادثة الجديدة تندرج ضمن سلسلة متكررة من حوادث مشابهة لناقلات تتهرب من العقوبات الغربية التي ضمت حديثا روسيا وقبلها إيران وفنزويلا. هذه الناقلات توصف بالأسطول الرمادي، وهي ناقلات مملوكة لشركات لا تمانع في نقل النفط الخاضع للعقوبات لدول مثل الهند والصين. ثمة بعد مالي من وراء التهريب، إذ أن توسع سوق النفط الخاضع للعقوبات يتم عبر ناقلات قديمة على نحو يدر أرباحا تستمر حتى انتهاء عمر السفن المستخدمة لهذه المهمة. ويتزايد خطر التسريبات النفطية والحوادث مع انضمام مئات السفن الإضافية، بعضها من دون غطاء تأميني، إلى هذه التجارة الموازية التي تجري سرا في السنوات الأخيرة. للمزيد من القراءة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور من تكساس الدكتور أنس الحجي، مستشار تحرير منصة الطاقة المتجددة. أهلا بك دكتور الحجي. إذن الأسطول الرمادي، إذا أردنا بداية فهم آلية عمل هذا الأسطول وتفصيله، من لحظة خروجه من موانئ البائع، المسار، وحتى وصوله إلى المشتري. نعم، تاريخيا بسبب العقوبات على إيران أتقنت إيران هذه اللعبة بشكل كبير، وبمساعدة صينية وبتقنيات صينية. فبشكل عام عندما تخرج السفينة حسب القانون الدولي عليها أن تشغل أجهزة التتبع، ولكنها تستغل الظروف، خاصة إذا كانت ظروف الطقس مواتية للتهرب، وتطفئ أجهزة التتبع، ثم تذهب إلى بحر العرب أو أي مكان في آسيا وتنقل النفط إلى سفينة أخرى، والسفينة الأخرى قد تنقل النفط إلى سفينة أخرى أيضا. ولكن حتى يتم منع التتبع أحيانا يتم إفراغ حمولة السفينة جزئيا وليس كليا، بحيث يتم خلطه مع نفط آخر من دولة أخرى، بحيث يضيع الدي ان اي، اذا صح التعبير، يضيع الدي ان اي تبع النفط، بحيث لا يمكن اثباته انه هو نفط ايراني. ثم يباع ويصل الى موانئ اخرى. هذا نوع. هناك في منصة الطاقة حاولنا النظر الى هذا الموضوع، وجدنا ان هناك 9 طرق للتهريب، ومن ضمن هذه الطرق هي ان تخرج السفينة من ايران، ثم يخرج لها اوراق على سطح السفينة انها من دولة اخرى، ويتم تزوير هذه الاوراق. وطبعا العالم، بقية العالم لن يتأكد من صحة هذه الأوراق على الإطلاق، وبالتالي تصدر على أنها نفط من إحدى الدول المجاورة. طيب، ولكن كل هذه الآلية تؤثر على سعر النفط المباع والمشترى، كيف يتم التأثير، ويعني العوامل التي ترفع أو تخفض من قيمة سعر النفط؟ نعم، هناك أمرين. الأمر الأول أن هذه الحمولات تباع بأسعار مخفضة، وبالتالي تؤثر في أسعار النفط سلبا، والدول الفقيرة أو الدول التي تحاول توفير فاتورة النفط تقوم بشرائها ولا تشتري من الدول الأخرى، وبالتالي تؤثر سلبا. من ناحية أخرى، دائما هناك فئة من التجار التي تفترض أن العقوبات الأمريكية والأوروبية تعمل، وبالتالي هذا النفط يجب أن لا يكون موجودا، فعندما يقومون بالحسابات يكتشفون أن هناك شح في الأسواق، وفي الحقيقة ليس هناك شح في الأسواق. فهذه المشكلة الأخرى نتيجة هذه الحمولات. ولكن اسمحي لي أن أوضح فكرة هامة.
ما حصل في أندونيسيا تحديدا الآن وفي عام 2021 لا علاقة له بالعقوبات. ما حصل هو أنه يجب حسب القانون الأندونيسي أي عملية نقل من سفينة إلى سفينة يجب أن تحصل على تصريح من الحكومة، وهذا التصريح مكلف. الإشكالية هنا أن هذه السفينة قامت بتلك العملية بدون تصريح من الحكومة، وعلينا أن نتذكر أن الرئيس الرئيسي رئيس إيران كان في إندونيسيا في الشهر الماضي ووقعوا 11 معاهدة ومذكرة تفاهم، معاهدة تجارية، وبالتالي الفكرة هنا أن الأندونيسيين قد يكونوا أحسوا أنهم طعنوا في الظهر لأنه تم استغلال المياه الإقليمية في هذه الحالة لتمرير هذه التجارة. هذا بالنسبة إلى هذه الحالة الخاصة والسفينة التي تم ضبطها من قبل خفر السواحل الأندونيسية، ولكن إذا ما وسعنا الدائرة والحديث الآن عن دول أخرى مثل روسيا التي انضمت إلى قائمة العقوبات الغربية والأمريكية فيما يتعلق بالنفط، إضافة إلى إيران وفنزويلا، السؤال هنا الدول المستوردة كالصين والهند مثلا، هل هي فعلا تمتلك آلية للتحايل على العقوبات الغربية، أم كما يقول بعض المراقبين بأن الولايات المتحدة هي من تغض الطرف عن ذلك؟ أولا ليس هناك آلية، المنع هو فقط الحظر على الدول الأوروبية والدول مجموعة السبع، ليس هناك حظر على الدول الأخرى على الإطلاق، ولكن يمكن للولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تحتج. ولكن واضح تماما من تصريحات بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عندما كان في الهند في اجتماع مجموعة السبع أنه أعطى الضوء الأخضر للهند بشراء حتى فوق السقف السعري. فنعم الولايات المتحدة تغض الطرف عن الموضوع. النفط سخالين بالذات يباع بحدود 70 دولار، أعلى من السعر من السقف السعري بحدود 10 دولارات، والكل يغض الطرف عن ذلك لأن اليابان اللي هي أحد أعضاء مجموعة السبع تشتري هذا النفط. نعم، شكرا لك من تكساس الدكتور أنس الحاجي، مستشار تحرير منصة الطاقة المتجددة، على هذه المشاركة معنا. شكرا.